طابت أوقاتكم البداية مع العناوين. التحالف الرباعي الحكومي ينجح في عقد جلسة تحت شعار حاجات الناس. التصعيد السياسي إلى الذروة بعد الإصرار على تخطي الدستور والميثاق. اجتماع لتكتل لبنان القوي غدا وكلمة لباسيل في تمام الرابعة والنصف. بصعب بعد جلسة اللجان لضمان الودائع القديمة بقيمتها الفعلية. فاجعة الأسعار بعد الدولار الجمركي، التطمينات غير ملموسة من الناس. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، ثم تنشر عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على مواقع التواصل تويتر وفيسبوك وإنستغرام. بناء على نص البيان الصادر عن الوزراء التسعة أمس، والذي لم يتبعه أي نفي من أي من الوزراء الواردة أسماؤهم فيه، كان من المفترض ألا يكتمل نصاب الثلثين في السراي الحكومي اليوم، غير أن حضور وزير الصناعة جورج بوشيكيان الانفرادي وغير المنسق مع قيادة حزب التشناق، كما أكد أمينه العام النائب أغوب باكرادونيان للأوتيفي، عدل في المشهد الذي كان متوقعا لتعقد جلسة يعتبرها الفريق الرافض مخالفة للدستور وخارجة على الميثاق، وتشكل تعديا سافرا على موقع رئاسة الجمهورية في غياب رئيس. وفيما ترتقب ردود الفعل على ما جرى، يعقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمرا صحفيا في تمام الرابعة والنصف من بعد ظهر الغد، إثر ترأسه اجتماعا لتكتل لبنان القوي لشرح الموقف من التطورات الراهنة والخطوات التي ستتخذ بعد الإصرار على تخطي الدستور والميثاق، في شكل أعاد إلى ذاكرة اللبنانيين التحالف الرباعي المشؤوم في انتخابات 2005، مع فارق وحيد هذه المرة يتمثل بالملحقات السياسية المسيحية، فالأحزاب والشخصيات التي التحقت بالتحالف المذكور في حينه استبدلت اليوم بعدد من الوزراء الصامتين أو الخارجين على قرار حزبهم لسبب غير مفهوم. وجميع مكونات الحكومة أخلت بالاتفاق الذي أعلن عن مضمونه في مجلس النواب بعد انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشيل عون، أي الالتزام بحدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وعدم الذهاب إلى مخالفة الدستور. وأمام الواقع المستجد يمكن التوقف عند الملاحظات الآتية المكررة. أولا، ليس المطلوب اليوم لا انتصار فريق على فريق ولا تسجيل النقاط المتبادل بين المعنيين، بل مجرد احترام الدستور والميثاق، وكل السبل التي تدفع في اتجاه تحقيق هذا الهدف ستكون متاحة ومشروعة. ثانيا، يتبين يوما بعد يوم أن الطرف الذي يصوب عليه البعض دائما بالخروج على وثيقة الوفاق الوطني ومناهضتها هو أشد الحريصين عليها، فيما زاعمو الدفاع عنها ينتهكونها بممارساتهم التي تطعنها في النص والروح. ثالثا، الأهم من كل ما سبق أن يوضع قطار استعادة المؤسسات على السكة الصحيحة، فينتخب رئيس للجمهورية انطلاقا من واقع تمثيلي مباشر أو غير مباشر، مع التفاهم على أولويات رئاسية تشكل خارطة طريق للخروج من الأزمة التي يستفيد من إطالتها بعض من ذرفوا الدموع يوما مدعين القلق على مصير الأمهات والأبناء، فيما هم يمعنون في قهرهم يوميا من خلال التمسك بسياسات فاشلة أوصلت البلاد إلى الانهيار. البداية طبعا مع مجريات النهار الحكومي الطويل والتفاصيل في اتصال مباشر مع الزميل جورج عبود. جورج، مساء الخير، تفضل. مساء النور جاد. يعني لابد من الإشارة إلى أنه هيدي سابقة خطيرة بتاريخ لبنان، اجتماع حكومة عم يضرب الدستور والميثاقية بعرض الحائط بظل فراغ رئاسي، خاصة أنه اجتماع اليوم هو لحكومة تصريف أعمال لحكم المستقيلة أولا وثانيا منهي للسكة المجلس النيابي الجديد.
يعني عم بتحاول انها تاخذ صلاحيات رئيس الجمهوريه والتوقيع نيابه عنه تحت ستار الهموم الصحيه والمعيشيه. منذكر هون برساله رئيس الجمهوريه الى المجلس النيابي قبل الدخول بالفراغ، يعني حاول الرئيس العماد ميشيل عون انه يدارك الوضع بحينه، واخذ بوقتها المجلس النيابي توصيه بعدم اجتماع الحكومه الا عند الضروره الطارئه والاستثنائيه وبالمجال الضيق، ومن بعد التشاور والاتفاق مع مختلف مكوناتها، وبالتالي هيدا ما حصل لليوم. من بعد ما كان صدر بيان عن 9 وزراء هن عبد الله ابو حبيب، اري خوري، موريس سليم، امين سلام، اكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان، وعصام شرف الدين، بيان الاتي لمقاطعة هيدي الجلسة بالاستناد الى المادة 62 من الدستور يلي بتنص على انه مجلس الوزراء مجتمعا بمارس صلاحيات رئيس الجمهورية في حال شهور الموقع، وبالتالي لا يمكن ممارسة هيدي الصلاحيات من قبل رئيس الحكومة وحده او بغياب اي من الوزراء. يبدو انه الاتصالات السياسية يلي استمرت الى منتصف ليل امس فعلت فعلا، فتراجع عن المقاطعة وزير الصناعة جورج بوشيكيان المحسوب على حزب التشنيط، فأمن النصاب بحضور 16 وزير لهيدي الجلسة. أمين عام حزب التشنيط أكوب بكرادونيان كان أكد عبر الـ OTV أنه كان أبلغ ليل أمس وزير الصناعة بوجوب عدم حضور الجلسة، وعاد واتصل فيه صباح اليوم طلب منه عدم الحضور مجددا. والمستغرب انه بوشيكيان ما فاتح بكرادونيان خلال الاتصال بانه رح يحضر الجلسه وما اكد على هيدا الموضوع، وكان شدد بكرادونيان للOTV انه غير معنى بقرار وزير الصناعه يلي قام بمبادره من تلقاء نفسه فحضر هيدي الجلسه والتزم بقرار الرئيس ميقاتي. ايضا كان حضور وزير الشؤون الاجتماعيه اكتور حجار ملفت من بعد ما نطر لاكتمال النصاب ودخل لهيدي الجلسه الحكوميه من اجل رفع الصوت، وهو لهيدي الغايه تمنى على مئاتي بتاجيل الجلسه الحكوميه كفاحا بالمجال امام مزيد من التشاور، لكن الاخير اصر على استكمالها لينسحب من بعد حجار وغادر الجلسه من بعد مداخله وصفت بالعاصفه وآليه السائق. هيدا وكان لمئات تصريح من بعد الجلسه الحكوميه يلي دامت قرابه الساعتين والنصف، نستمع الى ابرز ما ورد خلاله. نحن مجلس وزراء تحت سقف الدستور اللبناني، تحت سقف نظام سير مجلس وزراء، ومع الوزير الإعلام هلأ حيقول المقررات اللي أخذت، أخذ بمعظم جدول أعمال. بعض الوزراء بعد المناقشة رفضوا بعض البنود ولم يحصل التصويت اللازم عليها وسحبت ولم يكن لها قرار في موضوع، فبالتالي مجلس وزراء حسب الأصول قام بدوره كاملا. أنا بحب أوجه رسالة صغيرة لكل اللبنانيين، نحن موجودين بظرف، يعني اليوم قريت بعض جرائد، أنا بقول ما في وزير ملك، نحن كلياتنا بخدمة هالبلد، نحن كلياتنا مني ومن كل الوزراء نحن عم نخدم هالبلد، نحن خدم لحتى نقدر نقطع هالمرحلة الصعبة جدا. نحن مش موضع نحسد عليه، نحن حزينين بالوضع اللي نحن موجودين فيه، نحن مش مبسوطين بالمطالب اللي بتجينا كل يوم وبنعرف انه من الصعوبة تحقيقها، فبالتالي قدر المستطاع بخلال قرارات مجلس وزراء بما يتعلق بالصحة. فاليوم كمان لو لم يحصل هذا المجلس وزراء كان بتكون الضربة على الصحة وعلى هالمرضى اللي هن مرضى الكلى والمرضى بشتى الأمراض من خلال معالجتهم بالمستشفيات العامة. فبالتالي اليوم هذا إقرارها. ثانيا إقرار الاعتمادات لمرضى السرطان، ومن ثم والأهم كمان والمهم كمان هي مواضيع عديدة أخذت، وموضوع أجيره لو لم نكن اليوم قدنا مجلس وزراء وأخذنا القرار اللازم حتوقف الاعتمادات على هيئة أجيره، وخلال أسبوع من الآن يوقف لبنان بالاتصالات الدولية كاملة بما يتعلق بالإنترنت والاتصالات. كل هالمواضيع أخذت وغيرها أخذ من 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 موضوع تأمين الطرقات السلوج والأشياء اللي اعتبرناها أنها أساسية جدا. يقول بعض أنه في
في نوع من كيف نزل جدول الأعمال من 65 إلى 25. جدول الأعمال نزل 65 إلى 25 نهار السبت، بعد ما في وزراء من الذين لم يحضروا اليوم قالوا لي رجاء خلي يكون جدول أعمال مختصر لكي نحضر، فاختصرت أنا هذا الجدول لأني لقيت في منطق أن يكون القرارات تتاخد قرارات ضرورية. ورغم ذلك اليوم كان في اعتراض. أنا بتمنى من كل الوزراء أنه يحضروا عندما نعقد مجلس وزراء المرات القادمة عند الضرورة القصوى والأمور الاستثنائية، ولهذا السبب لحتى نشوف المرحلة القادمة. اليوم طلبت الساعة 3 بعد الظهر يكون في اجتماع نحن والوزراء الذين لم يحضروا ومع الوزراء الحضر لحتى نقعد سوية نبحث بكل المواضيع. نعم جورج، هذا يعني بظل الانعكاسين بين دستورية الجلسة من عدمها، منبر السراي شكل مناسبة لبعض تصريحات الوزراء من أجل تبرير أسباب المشاركة بالجلسة، نستمع إلى بعضها. ولا ممكن أن نتهم أي وزير بأنه مجرم إذا ما أجى على الجلسة، المشكلة في مكان آخر. وأود اليوم قدام الإعلام أشرح وين المشكلة. انتهت، صارت أصبحت بعد الانتخابات النيابية أصبحت الحكومة مستقيلة، وبعد ترك رئيس الجمهورية أصبحت الحكومة مش بس مستقيلة، لم تنل الثقة. هاي الحكومة ما نالت الثقة من مجلس النواب الجديد، وبغياب رئيس الجمهورية كان علينا وكان من الأجدى، كان علينا وكان من الأجدى أنه بهذا الوقت اللي قطع شهر والكل مدرك أنه في عنا مستشفيات ومؤسسات ومعاشات وأمور معيشية ضرورية، الكل يعلم، منا مفاجأة، الكل يعلم أنه عنا كل هالقضايا، كان من الأجدى أن نتشاور كحكومة، أن نتشاور كحكومة لكيفية ضمن المسؤولية الوطنية العليا، أعلى مستوى المسؤولية في هذا الفراغ، أن نتشاور لكيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة لغاية انتخاب رئيس جمهورية ويصير في عنا حكومة أصيلة. طلبت من دولة الرئيس أن نتراجع خطوة إلى الوراء بهدف استكمال المباحثات لكيفية إدارة أمور الناس بعد الظهر، ولكن أصر دولة الرئيس بعد حوار طويل ومد وجزر إلى إكمال الجلسة، وكنت أنا أتمنى أن لا نكمل الجلسة. نحن حريصين على الدستور بتفاصيله لأنه الدستور هو الناظم لحياة اللبنانيين، وحريصين على كل المقامات، ومن جهة نحن نراعي عدم انتخاب رئيس للدولة، يعني هالحالة هي حالة خطأ، نحن ندعو إلى انتخاب رئيس يقدر يحكي مع كل اللبنانيين ويعبر عن تطلعاتهم ويحترم تضحياتهم. ومن جهة أخرى الحكومة بحكم الدستور معنية بأنه تصرف أعمال، هلأ قديش الحجم هذا موضع نقاش، بس الأصل أن الأصل موجود بأن الحكومة تقوم بواجبها. ولأننا حريصون على المسألة، نحن نؤمن بعقلية رابح رابح، نحترم من حضر ونحترم من تغيب، لأنه لكل حدا له أسبابه وله تبريراته. ولأننا حريصين على تفسير الأمور بنصابة وأن الحالة استثنائية، تصرفنا على أن الأمر استثنائي بدليل أنه صار في نقاش مسبق وتشاور مسبق عن جدول الأعمال، وتم حصر الجدول بما يرتبط بأمور ضرورية كي تتناسب مع حالة الاستثناء، وتجاوب دولة الرئيس مع هذا الأمر، وتم تقليص البنود من عشرات البنود إلى بنود لا تتجاوز 30. اللي جابنا على الجلسة هو وجع الناس، وبالتالي نحن رفضنا البند اللي بيتحدث عن الضريبة على القيمة المضافة، رفضناه ولم يمر. رفضنا بند اللي هو بيحكي عن التعرفة الجمركية الجديدة بالنسبة للبترول والكاز وإلى آخره، أسقطوا في الجلسة. الأمر اللي أضفناهن على الجلسة، أول شيء تمت إضافة موضوع، أنتوا بتعرفوا في قرار مجلس الوزراء كل شركات الكنز في لبنان زبالة حيوقف عملها هذا الشهر، بالتالي تمنينا على دولة الرئيس مئات إضافة هذا على جدول الأعمال،
وبالتالي تم اتخاذ في قرار مجلس الوزراء انه يستمروا في عملهم العام المقبل، وانتم بتعرفوا مدى الضرر بالنسبه لهذا الموضوع زبالة. هل هذا يخفف عن وجع الناس ام لا؟ يخفف عن وجع الناس. الامر الثاني اللي طلبنا باضافته قصه مراسيم وممارسين بالنسبه للشركات النفايات، هذا موضوع طلبنا فيه. الامر ما في، نحن بالنسبه لنا القرارات بالنسبه لوزاره الصحه، بالنسبه ل هل اعطيكم ميومين الثلوج؟ ميومين الثلوج كان موجود على جدول الاعمال، هيدا ميومين الثلوج اذا لم يقر في مجلس الوزراء ما ينفتحش ولا طريق ولا بتطلع ولا على منتجع. انه انا من قبل ما يتم ما يخلص عهد الرئيس ميشيل عون كنت دائما اقول انه لا، مجلس وزراء لازم يجتمع. انه ليش ما لازم يجتمع؟ يعني لانه في كثير قرارات معطله، في كثير قرارات لازم ناخذها. يعني وضع البلد مش مريح، ما فيك تحكي انت انه نحن ببلد عايشين مزبوط والدولار ب 1005 وما عندنا مشكله ابدا. انا بشوف انه من الضروره تجتمع الحكومه، واذا بتجي لرايي انا بالعكس انا بشوف انه لازم تجتمع. مجددا عوده اليك جورج. بالفعل جاد، يعني هيدي الجلسة الحكومية كانت دليل قاطع بأنه جميع مكونات الحكومة أخلت بالاتفاق يلي أعلن عن مضمونه بمجلس النواب، أي الالتزام بحدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وعدم الذهاب إلى مخالفة الدستور، وأيضا تزامنت مع مقاطعة وزراء يلي بدوروا بفلك رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وأيضا التيار الوطني الحر. من هون أتت دعوة ميقاتي إلى جلسة تشاورية بعد ظهر اليوم على فنجان قهوة بالصالون مثل ما وصفها مصدر بالسراي الحكومي من أجل تلطيف الأجواء. هيدي الدعوة ما لقيت الصدى المناسب، فكان الحضور الوزاري هزيل، ومن بين الوزراء المقاطعين يلي لبوا الدعوة اثنين فقط، هن وزير الشؤون الاجتماعية اكتور حجار ووزير السياحة وليد نصار يلي أكد انه قرار مشاركته بالجلسات القادمة رح يتم أخذها كل جلسة بجلستها. يعني هيدي الدعوة الى التشاور كانت انتهت بقرار متابعة هيدا التشاور، والدعوة لجلسة مشابهة بتشير معلومات الـ OTV إلى أن من المتوقع بأن تكون يوم الاثنين من الأسبوع القادم. وهون بدنا نشوف شو رأي يعني الفريق المؤلف من 8 وزراء يلي قاطعوا هيدي الجلسة. إلى ذلك القرار، يعني نستمع لتصريح وزير التربية بعد هيدا الاجتماع التشاوري اللي صار بعد ظهر اليوم بالسراي. نتمنى أنه يعني المتردد والمعارض انه سيتم التشاور معه، ودوله الرئيس هو رب العائله في هذه، وهو حريص على ابقاء جو العائله والصداقه لما فيه منفعه البلاد. ربما نكون مدعوين الاسبوع الجاي بمطلعه الى جلسه تشاوريه اخرى قبل انعقاد اي جلسه اخرى لمجلس الوزراء، لانه الهدف نمشي الامور وليس الافتئات على حقوق أي قد كان وبصورة خاصة في غياب للرئيس الجمهورية. شكرا للزميل جورج عبود على رسالته. وفي ساحة النجمة الكابيتال كنترول يحضر من جديد، فماذا كشف بوصعب عن مصير الودائع القديمة؟ التفاصيل مع سينتيا يمين. استكمل نقاش قانون الكابيتال كنترول في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم، حيث تم الانتهاء من المادة الثالثة من القانون المتعلقة باللجنة الخاصة لمتابعة تطبيق الكابيتال كنترول، وبدأ النقاش بالمادة الرابعة منه والتي تتحدث عن نقل الأموال عبر الحدود ومدفوعات الحساب الجاري والتحويل. وارتكز النقاش عن الأموال الجديدة، حيث تم استبدال هذا المصطلح بالتحويل الجديدة والإيداعات. اليوم ناقشنا المادة الثالثة والمادة الرابعة. المادة الثالثة عم تحكي عن اللجنة كيف تتألف، واللي هي اللي عندها صلاحيات انه تطبق هذا القانون، وخطرة طبعا اذا بتوقع بالاستنسابية. مشان هيك كان نقاش طبعا موقفنا اول شيء نضمن انه هيدي اللجنة مكونة من 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 ناس عندها الحيادية والموضوعية، وليس تابعة دائما حدا تابع عم بيطبق مصلحة المصارف وليس مصلحة المواطنين والمواطنات والاقتصاد تبعنا. وهون كانت كمان هذه مش خاطعه هذه اللجنه لاي نوع من الرقابه، مش هيك اصرينا دخلنا نجحنا بادخال جزء اللي بيحكي جمله اللي بتخضع على رقابه مجلس شورى الدوله. بالنسبه للماده الرابعه اللي عم تحكي عن الاستثناءات في الاموال الجديده، هون في مشكل، يعني
كبير انا اذا بدي اقول شو يعني اموال جديده. هل عم نعمل عمله جديده؟ عم نكر عمله جديده؟ هل عم نميز ما بين مودعين بين المودعين، مين المودع اللي قبل المودع اللي بعد؟ ولكن كمان بفهم الحرص على انه الاموال هلا الاستثمارات، وهيدا بدنا اياه، بدنا اموال استثمارات نسهل لها تجي وما نحط عليها قيود، ولكن بنفس الوقت ما فينا نفوت بقصص غير دستوريه وتكرس التمييز. اولا خلصنا من نقاش اللجنه الخاصه بتطبيق القانون، وسعناها صارت بتضم وزير المال، حاكم البنك المركزي او احد نوابه، وقاض فوق الدرجه 18، واربع خبراء اختصاصيين، فلذلك صار العدد 7. الأمر الثاني، فتنا بجوهر الموضوع اللي له علاقة بالتحويل والقواعد والاستثناءات. أخذ نقاش كتير موضوع الأموال الجديدة. الكل مجمع على أنه المفهوم كمفهوم لا يمكن تجاوزه لتشجيع تدفق الأموال إلى البلد، لكن استبدلنا المصطلح بمصطلح ربما أكثر عدالة وأكثر دقة. فبدل الأموال الجديدة استخدمنا التحويل من الخارج إلى الداخل والإيداعات النقدية، هذا ما يمثل عمليا كتلة الأموال الجديدة، يعني ما عاد في أموال قديمة وأموال جديدة. وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على حماية الودائع بقيمتها الفعلية، كما شدد على أنه متحيز لمصلحة المودعين، مؤكدا على ضرورة إقرار قانون الكابيتال كنترول لإنهاء الاستنسابية. تبيننا أنه نحن متفقين أقله بين بعضنا البعض أو أكتريتنا متفقين على كيف بدنا نشرع قانون كابيتال كنترول بيضمن الودائع اللي موجودة القديمة بقيمتها الفعلية، مش قيمتها تخسر نسب معينة أو ينعمل عليها هيركت. أو نحن مش متجهين بهيك تشريع ولا رح نقبل. بسمع بالإعلام البعض بيطلع بيحكي أنه طيب ما هو ذاته اللي خرب البلد، عم تجوا أنتوا تقولوا له بدنا نسلمك تكون عضو باللجنة، ما هن ذاتهم بالحكومة أو هن ذاتهم حاكم مصرف لبنان أو إلى آخره. أول شيء اليوم نحن ما فينا نشرع على قياس الشخص. اليوم حاكم مصرف لبنان فلان، بكرة بعد 6 أشهر يمكن يكون شخص آخر. ولكن بنفس الوقت بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه في هيدا الهاجس عند المواطنين، انه نعم مصرف لبنان لو كان قادر يخلصنا من الازمه ليش ما خلصنا منها بالماضي؟ مشان هيك عم نضطر نعمل لجنه ما تكون بشخص. اليوم العالم اللي عم يشتكوا عم بيقولوا هيدا القانون الكابيتال كنترول لحتى ياخذوا لكم اموالكم، لشو بعد في اموال تتعملوا عليها كنترول؟ مش مزبوط. اليوم القرار والاستنسابيه بايد شخص واحد، وما حدا يقول لي غير هيك، هو اللي بيقرر لمين بيتحول، وهو اللي بيسمح للمصارف إذا قادرين يحولوا ولمين بيحولوا. وفي رسائل طالعة بتحديد أشخاص بالأسماء ليتحول لهم مصاري خارج لبنان. اللي بدنا نعمله نحن عم نشيل هالاستنسابية تما يكون القرار بإيد شخص واحد، وعم نحطه بلجنة فيها خبراء واقتصاديين بتتحمل مسؤوليتهم الحكومة وتحاسب الحكومة قدام المجلس النيابي. وبالتالي ورغم الأجواء الإيجابية يبقى مسار قانون الكابيتال كنترول معقدا قبل أن يصل إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي. تأثير الدولار الجمركي على الأسعار، التطمينات لا يلمسها المواطن، تقرير ماريا يمين. رغم كل التطمينات من المعنيين إلى أن الدولار الجمركي لن يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع، إلا أن الواقع على الأرض معاكس تماماً. في أشياء زايدة وأشياء لا. في كتير ناس مش قادرين يشتروا كيلو عدس، الحياة صارت كتير غالي، وبيقولوا إنه بس ينزل الرئيس كله بينزل، وبينزل الدولار وبتجي الكهرباء 20 ساعة وعشر ساعات، ما شفنا شيء من كل هيدا. إذا اليوم اشتريت شيء من سوبر ماركت تشتري تدفعي حقه بيبقى سعره غير شيء على الكاس، كله طالع. يعني بكفيك حفاضات الختيارية، الكيس الحفاضات ب400,000، الله يعني هاي. واللبناني عم يتأقلم وأوقات بيجيب قصص مش مقتنع فيها. في أشياء سعر مثلا حليب، أشياء عادة يعني كل يوم عادة بنستعملها عم بيزيد سعرها بشكل أكتر من الدوبل. بس يسمعوا برا في شيء بده يغلى بدهم يعلوا الجمرك، مع انه مش كل الاصناف شاملها الجمرك، كله عم بتطير الاسعار. قال شو الاسعار؟ قال هي اسعار، عم نعيش عم ندبر حالنا. صار لهم سنتين بيرفعوا الاسعار، حتى الاساسيات ما بقى فيك تجيبيهم.
ودماج عم بيسوسوا بالسوبر ماركتات لأنه ما عم بينبيعوا. عم بيجي كتير مساعدات للعالم. إذا الدولار اليوم 41 عم بيعملوها هني التسعيرة ب50. الغلاء إذن بحسب المواطنين لم يستثني أي سلعة حتى وإن كانت أساسية ومفترض أن تكون معفية كالحبوب مثلا، إذ بلغ سعر كيلو الفاصوليا 84 ألف ليرة وكيلو الأرز 50 ألف ليرة. حتى أن هناك معلومات تشير إلى أن عددا من إدارات السوبر ماركت عمد إلى تغيير الأسعار قبل يوم واحد من بدء تطبيق الدولار الجمركي. هذه المعلومات منا مضبوطة ومنا حقيقية أبدا، لأنه بالأسبوع الماضي ما صار في أي تغيير بأسعار السلع بالسوبر ماركت، والمستهلك اللي بيعمل مقارنة بين الأسعار وبنفس السلعة حتى بين المحلات بلاقي أنه هذا الشيء منه صحيح. الأسعار ما تغيرت بسبب الدولار الجمركي. هلأ عم نتوقع أنه يصير في يمكن تغيير ناطرين لوائح أسعار من المواردين، لأنه الدولار ارتفع من 39 ألف لل 41 ألف 500. بس هيدا الشيء عم بصير يعني تدريجيا، لهلأ بعد ما شفنا أي لوائح جديدة من الموردين يمكن من بكرة نبلش نشوفها. ورداً على سؤال عن أن الدولار السوبر ماركت أغلى من دولار السوق السوداء، أوضح فهد: المقولة أنه التسعير عم بصير على 40 ألف أو 50 ألف يعني منافي للحقيقة، لأنه نحن ما بنعرف أي سعر بصير، أي سعر دولار بصير تسعير السلع، لأنه نحن بنشتريهم بالليرة حسب لوائح أسعار الموردين ومن سعر بالليرة للمستهلك. بدراسة لوزارة المالية على دولار جمركي بعشرين ألف بيّن أنه الارتفاع بأسعار السلة الغذائية والاستهلكية للعائلة ما رح تتجاوز 4% إذا كان الدولار جمركي 20 ألف. فإذا كان الدولار جمركي هلأ 15 ألف، ما لازم تتجاوز الارتفاع هيدا للسلة الاستهلكية للعائلة أكثر من 3%. وبين الجمرك التفئة ودولار السوق السوداء ماذا يقول بحصلي؟ يعني في قسم كبير من المواد الغذائية لن يطال الارتفاع الحاد، يمكن يكون فوق ارتفاعات بنسبة 1 و2 و3 و5%، لكن اللي بقلك انه حترتفع حق البضاعة 30 و40% هيدا غلط وهيدا تضليل للناس. الارتفاعات فيها تكون بين 1-2% تصل في بعض الأصناف إلى 15%. طبعا الأصناف اللي بتدفع كدير جمرك مثل 70% إذا كانت مستوردة هيدي طبعا حيلحقها رسم كتير غالي مثل العسل ومثل بعض المربيات. هلأ دولار السوق السوداء هو بعده لهلأ السبب الأساسي للارتفاع. من جهته أكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر عبر الأو تي في أن الوزارة تقوم بمؤازرة أمن الدولة بجولات على جميع مستوردي المواد الغذائية لمنعهم من بيع المواد المستوردة قبل العمل بالتعرفة الجديدة على السعر الجديد، وكشف أن المستوردين مضوا تعهدا بذلك رغم تذمرهم في بداية الأمر، وشدد على استمرار الجولات على السوبر ماركت وطلب فواتيرها لتبيان إذا ما كان سبب ارتفاع الأسعار هو المستورد لإحالته إلى القضاء، أما إذا كان سبب الارتفاع هو السوبر ماركت نفسها فتحال بدورها إلى القضاء المختص. أما فيما يتعلق بزيادة 10% على السلع المستوردة والتي لها إنتاج محلي، فأوضح أن وزارة الاقتصاد بانتظار اللائحة التي يجب أن تصدرها وزارات الصناعة الزراعة والمال لتتولى بموجبها وزارة الاقتصاد مهمة الرقابة بحسب ما ورد في المادة 74 من قانون الموازنة. ورغم زيادة على الرواتب إجماع على نقطة واحدة، الأسعار تفوق القدرة الشرائية للمواطن، ليبقى السؤال: ما سر هذا الصمود؟ أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن قروض الإسكان حتى الآن غير خاضعة للتعديل، وتسديد هذه القروض لا يزال بالليرة اللبنانية، وأشار إلى أن القروض ستبقى على حالها لأن مصدر الأموال هو مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية، ومصرف الإسكان يسلمها أيضا بالليرة اللبنانية، وبالتالي فإن هذا الثبات في العملة ينسحب على المقترض وقيمة القرض. وأوضح أن مصرف الإسكان ليس مسؤولا عن أي تغطية للأسعار، فالدولة هي المسؤولة عن تحسين أوضاع المواطنين من ضمن تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام. نعود بعد هذا الفاصل الأول.
كريستوفر فغالي بطل العالم في الكارتينج ميني ماكس وذهب للبنان في بطولة آسيا للجودو. حقق لبنان نتيجة مميزة جديدة على صعيد الرياضة بغرب آسيا وبالألعاب الفردية بعد سيطرة اللبنانيين على بطولة غرب آسيا للترياتلون يلي أجريت بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، تحديدا على سباقي الرجال والسيدات وسباق الأكواتلون للناشئين. بمسابقة الرجال يلي شارك فيها 84 متباري، ربح أداء الجيش اللبناني علي الزعبي بالمركز الأول وسجل ساعة 5:37 قدام اللبناني خضر ياسين وهو عداء لبناني حر مقيم بالإمارات العربية المتحدة وسجل ساعة 6:06. السعودي ريان الخويتر حل ثالث وسجل ساعة 6:23. بمسابقة السيدات يلي شاركت فيها 18 متبارية، ربحت اللبنانية لينسي ناظر بساعة 10:32 قدام الإيطالية أليسا جراسي يلي سجلت ساعة 16:28، وحلت اللبنانية تونيا مكاري بالمركز الثالث بساعة 18:41. وبفئة الأكواتلون أحرز اللبناني الناشئ سمير غطيس ميدالية ذهبية بعد ما حل بالمركز الأول. وهيك بيكون منتخب لبنان للترياتلون سيطر على المسابقة يلي شارك فيها متبارين ومتباريات من 11 دولة غرب أسيوية بالإضافة لبعض المشاركين الأجانب. نظم نادي سانيلاند زحلة بطولة اللاعبين النخبة لفئة القدامى بالتنس على ملاعب المجمع، حملت اسم ورعاية XXL Energy وشارك فيها 20 من أبرز لاعبي فئة فوق 35 سنة حسب ترتيب الاتحاد اللبناني للتنس يلي أقيمت الدورة بإشرافه. هالبطولة أقيمت السبت والأحد 3 و4 كانون الأول وحضرها جمهور كبير من هواة اللعبة بزحلة والجوار، وأسفرت عن النتائج التالية. بالدور نص النهائي ربح بيتر بوعون على مروان دلال 6-3 و1-0 وانسحاب دلال. كمان ربح محمد عطايا على كريم فرحات 6-1-6-1. وبالمباراة النهائية يلي حضرها نائب رئيس الاتحاد اللبناني للتنس حسان الدعوق ومديرة الاتحاد نهي أبو خليل، ربح محمد عطايا على بيتر بوعون 6-1 و6-2، وحل كريم فرحات ثالث بفوزه على مروان دلال بالانسحاب. بالنهاية وزع رئيس نادي سانيلاند المهندس وسيم صيقلي ومارك طايع بحضور الدعوق وأبو خليل الجوائز على الفائزين، فربح الأول كأس الدورة و10 ملايين ليرة لبنانية، الثاني كأس المركز الثاني و4 ملايين ليرة، والثالث كأس ومليوني ليرة. وشكر صيقلي الشركات الراعية وعلى راسهم أبي رمية أخوين، وشكر لطايع عمله الدؤوب لأنجاح الدورة يلي رح تكون محطة سنوية بعروسة البقاع حيث للعبة مكانة مميزة. وإلى الأحوال الجوية مع نرمين إربان بشارة. بو فاينانس، تحويل شغلتنا. مساء الخير. طقس خريفي مستقر عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بيستمر لبكرة الثلاثاء، بحيث بيتحول تدريجيا إلى متقلب بسبب تأثير كتل هوائية باردة نسبيا بتؤدي إلى أمطار متفرقة ومحلية بين الثلاثاء والخميس. إذا جونا لبكرة غائم جزئياً ودرجات الحرارة فرح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ من شمال وعكار عم تسجل 19 درجة، طرابلس 21، العاصمة بيروت أيضاً 21 درجة والصور 21. ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 15، اللقلوق 8، زحلة 16 وجزين أيضاً 16 درجة. نسبة رطوبة ساحلة بتوصل ل 80%، الريح السطحية جنوبية غربية سرعتها بتوصل لل 10 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذن شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للثلاثة رح نكون على موعد مع حالة عدم استقرار مثل ما سبق وذكرت. تبدأ المساء مع أمطار متفرقة ودرجات الحرارة بتسجل نهاراً 21 درجة ساحلاً. للأربعاء والخميس جونا متقلب مع أمطار متفرقة ومتقطعة مع انفراجات واسعة خلال النهار، أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلاً أقصاها للأربعاء 20 درجة، بترتفع ل 22 درجة لنهار الخميس. أما للجمعة جونا بيعود مستقر غائم جزئياً والحرارة بتسجل ساحلاً 22 درجة أيضاً. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بحلقة جديدة. تصبحوا على خير. ومع الأحوال الجوية نصل إلى ختام نشرة الأخبار. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام وفيسبوك وتويتر ويوتيوب. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.